ظلمنا والله، احنا اتهمنا واتظلمنا واحنا جايين نقدم فن. اقسم بالله احنا مش بتوع فلوس، اقسم بالله والله العظيم ما بتوع فلوس. ثلاثة بالله العظيم العرض دوت لو قعد اكتر من 15 يوم تاني بدون اجر سيادة المستشار يعلم، احنا يبقى لنا شرف ونبقى فرحانين جدا. تحياتي لحضراتكم وانا اسف. شكرا. أنا اسف. يوم يا فؤاد انت كذاب، وبصراحة انت ممثل هايل، انت ممثل هايل، مثلت الدور على خشبة المسرح قدام سيادة المستشار، وان احنا ممكن نشتغل 15 يوم كمان من غير اجر بس علشان خاطر بنحب الفن. يا ابو فن انت رايح وقفت على خشبة المسرح، سافرت وقفت على خشبة المسرح وضحكت الناس في عز مكان القصف شغال واخواتنا بيموتوا هناك والعالم العربي كله حزين عليهم ومقهور، وانت بتضحك الناس وتقول احنا مظلومين. لا انتوا مش مظلومين، انتوا كذابين، انتوا وسط فني كذاب. ويا عم اقول لك على حاجه، لو انتوا مظلومين قوي كده، اول ما ترجع انت والشله اللي وراك دي اتبرعوا بالفلوس بتاعه المهرجان لصالح الهلال الاحمر الفلسطيني.